بدأ تسجيل المحاضرة. السلام عليكم مرة ثانية، اليوم محاضرتنا لجروب بي، محاضرتنا عن جهاز الواكس باث. البرزنتيشن والصوت والصورة أتمنى يكونن واضحات، اللي عنده مشكلة خلي يقول قبل لا نبدي تكملة المحاضرة. واحد واحد ثلاثة بعد إن شاء الله بنهاية المحاضرة، بس خلينا نبدأ بالمحاضرة نكمل، وبنهاية المحاضرة راح أصيح الأسماء الباقية. تمام؟ انت بس اذا ما صار زحمه، أي لكن الاسبوع الفات طلبت منك تنزل محاضره قبل يوم، ما نزلت. نزل محاضرة قبل يوم، شنو قصدك محاضرة قبل يوم؟ الدكتور انا من نطلع عليه نشوفها. دكتور قصد البي دي اف. البي دي اف، البي دي اف نازل من السبت. اسمك شنو؟ واثق حسن سلطان حسن. واثق؟ البي دي اف نازل من السبت واثق، ليش ما لا تتابع؟ موجود بيان دكتور. نعم موجود، ما جاي القاه. واثق. شوية إذا تتعب نفسك بالكلاس روم راح تنزل بالبوستات اللي جوه تلقى المحاضرة الرابعة الواكس باث بي دي اف. ممنون منك دكتور. أهلا وسهلا واثق. طلاب نفس الحكي بالنسبة للباقيين اللي ما يشوفون المحاضرة. المحاضرة موجودة هسه، إذا نشير لكم خلينا نشير لكم هذا الكلاس روم. قبل 3 أيام المحاضرة الرابعة لمادة الأجهزة الطبية المرحلة الثانية الواكس باث بي دي اف نازل. واضحة؟ نرجع لمحاضرتنا. بالمحاضرات السابقة أخذنا أجهزة التعقيم. المفروض المحاضرة اليوم كانت عن جهاز ثالث موجود بالحقيبة الدراسية. الجهاز همينة غلطانين بغلطة كبيرة ومعتبرين من أجهزة التعقيم جهاز اسمه الووتر باث، حمام الماء. ملزمة الووتر باث جاية من الدورة بها أخطاء كارثية، فالصراحة ما نزلنا لكم إياها. هي موجودة ضمن السيليباس للي متابعين بالمحاضرة مال الأورينتيشن، كانت موجودة ضمن السيليباس فما نزلنا لكم إياها لأن بها مشكلة كبيرة. نزلنا الواكس باث بين ما نعدل الووتر باث أو ننزل لكم محاضرة الووتر باث كما هي ونقول لكم هاي خطأ، إذا انتظر شنو القرار. فاليوم محاضرتنا عن جهاز ثاني اسمه جهاز الواكس باث. ممكن يتشابهن الووتر باث والواكس باث، بس الجهازين وظيفتهن تختلف. جهاز الواكس باث اليوم هو جهاز من أجهزة متعددة تسمى بأجهزة العلاج الطبيعي، أجهزة الريهابليشن. أجهزة العلاج الطبيعي طريقة عملها، مبدأ عملها تختلف من جهاز لآخر، بس عندنا الوظيفة ثابتة، الوظيفة فكرتها ثابتة. إذا نجي على أجهزة العلاج الطبيعي اللي متوفرة عندنا بالبيت بأبسط أشكالها وأبسط صورها، من تصاب إصابة عضلية مثلا تشنج عضلاتك، يلزمك دمار، فقراتك توجعك إلى آخره، مفاصلك توجعك. بالبيت عندنا جهاز من أجهزة العلاج الطبيعي بسيط ومتوفر بكل البيوت. شنو هو هذا؟ ببيوتكم من عضلاتكم تشنج، من يلزمك دمار، ايش تستخدم بالبيت؟ اي نعم. مريم رفعت ايدها. نعم دكتور، اي مريم، نستخدم هذا الكيس الحراري، كيس شنو؟ كيس مال المي الحراري. كيس الماء الحار، مضبوط، شكرا مريم. 183 نعم دكتور، هو جهاز الشمع السعودي اليوم كلامنا عنه. الجهاز الشمع، بس ما اعتقد ببيوتنا موجود. يعني صحيح. انا يعني يجوز انت مستخدمه، انت تشتغل بمستشفى او هيك شيء؟ لا دكتور.
ها بس عندي اطلاعات عليه. حلو حلو، اسمك شنو؟ منتظر حسن رسول. منتظر. شكرا منتظر. آه، 172. دكتور سبعة نستخدم اثنين الفيكسام يعني. دكتور نستخدم جهاز التدليك. تدليك، و131 اعتقد قال الفيكس. اي نعم دكتور. صحيح صحيح صحيح، الفيكس، التدليك، المي الحار، ذني كلهن من أجهزة أو أدوات أو طرق تخفف الألم وتسرع من العلاج. جهازنا اليوم اللي هو الواكس باث بنفس الفكرة، يخفف الألم ويسرع العلاج. الجسم أو كيس المي الحار من ده نستخدمه إحنا، كيس المي الحار ما دي يعالجنا، كيس المي الحار دي يسرع من علاج الجسم لنفسه. أجسامنا هي تعالج نفسها، سواء في حالة الكسر، سواء في حالة الإصابة، سواء في أي حالة ثانية، الجسم هو يعالج نفسه، عنده طرق لمعالجة نفسه. بس إحنا مجرد أنه نسرع العلاج، نسرع العلاج باستخدام كيس المي الحار، باستخدام الواكس باث، باستخدام الاي ار، باستخدام المايكرويف، الاجهزه الباقيه اللي راح تشوفوها ان شاء الله بالريهابليشن. الفكره من ذن الاجهزه كلهن انه احنا نسلط حراره على المنطقه المصابه. عندنا مثلا المفصل مصاب، عندنا عضله متشنجه، عندنا دمار بظهرنا، مجرد انه نسلط عليه حراره. اللي حاضرين محاضرات الفسلجه واللي شويه يعرفون بالفسلجه، شو يصير بجسم الانسان من تسلط عليه حراره؟ اي دكتور يصير انه نسبة الدم في هذا المكان راح تزيد، راح يصير فوق، بالتالي راح النشاط الخلايا راح يزيد، بالتالي راح يصير توفير او انشاء الانسجة بشكل اكبر من الشكل الطبيعي بسبب سرعة الدم بالمكان شنو هذا. اسمك؟ مرتضى قاطع. مرتضى، بس اصبر لي خليني اعطيك بلس 1. شكرا مرتضى. 183 دكتور عفو دكتور واحد نفس خمسة كلامه، ما بس هرجع لك، بس اعطيني مهلة. دكتور نفس كلامه، بس نضيف انه هو شو حيصير؟ زيادة ضغط على الشرايين والأوردة اللي نعم، حيسبب لنا زيادة جريان الدم، اللي حيصير اسمع، عندك شنو اتساع بعمليات يسموها مسامات الجلد، راح يصير اي عندنا فرز سوائل، راح يصير نعم عندنا تبريد للدم، يعني تبريد للجسم، هاي ده ارتفاع الحرارة على المكان. صحيح. عاشتي لك. شنو اسمك؟ منتظر حسن رسول. منتظر، احنا سجلنا اسمك. ايه يا منتظر حسن. بارتيسيبيشن بلس 1. 150 ايضا. نعم دكتور، يعني تفرز الغدة العرقية تيج، ايه تفرز سائل. دكتور نفس الكلام التحكي، تفرز سائل وتحاول تبريد الجسم، يعني توصل لدرجة الحرارة المثلى. كلامك صحيح، اذا كنا احنا بدنا نحكي عن طريقه تبريد الجسم. صحيح ايوه جدا، عن طريقه تبريد الجسم. الجسم من يحتار، الغدد العرقيه تفرز اللي هو العرق، سوائل. هاي السوائل من تتبخر تاخذ الحراره من الجسم وتتبخر، فبالتالي يبرد الجسم. شكرا لك. اللي دي يصير مثل ما قالوا الطلاب، انه احنا من نسلط حراره على المنطقه يصير توسع بالأوعية الدموية. توسع الأوعية الدموية هذا يسبب لنا زيادة بجريان الدم للمنطقة المصابة. لو فرضنا عندنا هاي المنطقة المصابة، من حطينا المي الحار عليها ازداد جريان الدم إلها. الدم ايش يحمل؟ يحمل غذاء. من يجي للمنطقة يحمل غذاء، يحمل أكسجين، يحمل مضادات التهابات، يحمل هرمونات، يحمل خلايا إلى آخره. حملنا العلاج والغذاء والأكسجين للمنطقة هذه، ومن يطلع من المنطقة يحملنا الفضلات والسي او 2. فاحنا ايش يصير عندنا؟ زيدنا الحرارة بالمنطقة، زيدنا جريان الدم. الدم من جرى قام يطرح لنا غذاء اكثر ويسحب لنا فضلات اكثر، فاحنا سرعنا بعملية العلاج لا اكثر ولا اقل. هو الجسم كان دا يعالج نفسه بس بطريقة شوية بطيئة، احنا سرعنا بهاي العملية. نفس الوقت خففنا الألم، خففنا الألم.
خففنا الألم، يعني الألم شوية معقد، بعضهم يقولون احنا دا نخفف الألم لأن احنا دا نحس بالحرارة، خف إحساسنا بالألم. البعض يقولون لا، انه الدم يحمل مهدئات مسكنات الألم اللي تهدئ لنا الألم بالمنطقة. فهذا كل اللي نسويه احنا بالمي الحار، بالواكس باث، بالفيكس. ترى الفيكس نفس الفكرة، شايفين انتم من تحطوه على المنطقة، صار المنطقة حارة وبعدين المنطقة باردة وإلى آخره، بنفس الفكرة. أما الفيكس الحار أو الفيكس البارد، احنا أما دا نسرع بالبارد يخفف الألم والحار يزيد جريان الدم على مود يسرع لنا بالعلاج. فأكو فقرة ثانية أهلنا أهل قبل كانوا يسموها، فشي اسمه اللبخة، منو سامع بيها؟ يسوون عجينة ويخلوها على عاش ايدك العجينة. عجين عادي يحطوه على طاوة أو على نار يحموها للعجينة، بس هي تظل سائلة، وبعدها يلفوها على المنطقة المصابة، فتصير هيك عجينة حارة داير مدار المنطقة المصابة. فكرة اللبخة غالبا يستعملوها بالتواء الكاحل وغيرها. العجين كثافته عالية، سعته الحرارية عالية، يحتفظ بالحرارة لأطول فترة ممكنة. فتشوف عدا هذا أنه حرارة العجين مو 100 سيليزي مثل حرارة المي الحار بكيس المي الحار. أنتم شايفين كيس المي الحار احنا نضطر نلفه بخاولي أكثر من مرة على مود لا يشوينه، لأن حرارته 100. وبنفس الوقت كيس المي الحار يفقد حرارته بشكل أسرع لأنه هو مي. العجينة لا، اللبخة لا، اللبخة تفقد حرارة ببطء، حرارتها مناسبة مو تشوي، وكثافتها عالية، سعتها الحرارية عالية، وقت أطول من العلاج، وقت أطول من الحرارة. كل هاي تفيدنا بتسريع علاج المنطقة المصابة. الواكس باث اليوم ده نحكي عليه يستخدم نفس الفكرة بس بشمع. هو الواكس باث هي حمام الشمع، مادة شمعية اسمها البارافين. البارافين هذا هم يعني نخليه على المنطقة المصابة. البارافين أيضا حرارته مو عالية، تقريبا 54 53 55، حرارته مو عالية، وبنفس الوقت يحتفظ بالحرارة لأطول فترة ممكنة، يفقد الحرارة ببطء، فإحنا كأنما بدنا نسلط حرارة على المنطقة المصابة لفترة أطول. نجي اليوم على محاضرتنا، المحاضرة الرابعة. أستاذ جهاز أكو يستخدمون يعني للآلام مفاصل أكو هيك سوار حديد نحاس إيه؟ يمكن أو يلبسوه بيدهم يعني يخفف الآلام يقولون هذا أكو هيك يعني شيء؟ السوار الحديد اللي على أساس يفرغ طاقة وإلى ما هنالك، هذا من ضمن الأشياء الما مثبتة علميا واللي ما لها أساس علمي رصين. ممكن يعمل عمل البلاسيبو. البلاسيبو هي المادة الوهمية اللي يأخذها الإنسان ويحس بعودة نشاطه أو يحس أنه تشافى. البلاسيبو هذا السوار يعمل بنفس الفكرة. لحد الآن ماكو أبحاث كافية، مو ماكو أبحاث، أكو أبحاث بس ماكو دلائل تشير إلى أنه هو موثوق، إلى أنه هو علاج حقيقي بالدرجة الكافية. شايف من عنده هواي، شايف اكو على شكل سوار، اكو على شكل قلاده، اكو على شكل محبس الى اخره. ترى هو عبارة عن مؤثر عقلي بس، هاي هي من اللي قال؟ أستاذ محمد غانم. محمد غانم، ما لحقت اشوف الايكون مالتك. محمد غانم صح، هو مؤثر عقلي يسموه بلاسيبو. بالاختبارات، كل الاختبارات العلميه من نريد نختبر تاثير حاجه معينه على مجموعه اشخاص، نجيب مثلا 40 شخص نقسمهم الى 20 ب 20. دول ال 20 نعطيهم كبسوله مثلا انتي بايوتيك نريد نختبره، وذول ال 20 نعطيهم كبسول بشكر او كبسول بطحين او كبسول باي ماده ما لها تاثير. زين، المجموعتين يبلعون هاي الكبسول لفتره معينه وبعدها نختبرهم، نشوف اكو فرق ما بين ال 20 اللي اخذوا الدواء اللي احنا بدنا نصنعه وال20 اللي اخذوا الشكر. اذا اكو فرق حقيقي بنسبه اكثر من 96% وبعض الاحيان 97%،
إذن هذا الدواء فعال. إذا لا والله ماكو فرق والنتائج متساوية، معناته هذا تأثير مساوي لتأثير المادة الوهمية العقلية اللي هي كبسول. بعض المرضى نوبات من يجون للعيادات، الطبيب يعطيهم باراسيتول ويقشمرهم بيه أو فيتامينات، هو كل شيء ما بيه، بس مجرد شوية تأثير عقلي عليه، بلاسيبو. واحد سوى رايز هاند. أي واحد، 3-1. دكتور هو هم يعتبر من العلم الزائف لأن ما يستند على شيء علمي. أيضا يعتبر من العلم الزائف. شكرا لك. إذا تذكرون أنا طلبت من عندكم الأسايمنت مال العلم الزائف، على مود إن شاء الله نقدر نبدأ نفرق ما بين الأجهزة الطبية الزائفة والأجهزة الطبية الحقيقية، أو الأجهزة الطبية المستندة على العلم. إحنا قلنا العلم هو أساس الهندسة، فإذا الهندسة مبنية على علم زائف راح تنتج لنا أجهزة زائفة، أجهزة علم زائف. إن شاء الله الأسايمنت الجاي يتحدث عن الأجهزة الزائفة، راح نطلب من عندكم تقارير عن أجهزة طبية زائفة، أيضا تشرحون لنا إياها بنفس الطريقة. بديت أصلح بالأسايمنتات مالتكم، وقت 53 طالب ما مسلم أسايمنت، ذولا 0 من 2. رجاء انتبهوا، هذا الأسايمنت على السعي، هذا الأسايمنت هو تقرير عن نشاطكم خلال الفصل الأول، عليهم 5 درجات على السعي، فأتمنى تكونون أنشط بالأسايمنتات القادمة. نرجع للواكس باث. أنتوا أخذتوا المحاضرة العملية أعتقد؟ نعم دكتور أخذناه. جيد. It's a medical instrument used water as a media of heat transmission. Is one of the devices the task used in physical therapy widespread and included in the joint. الآخري هذا الحكي تعريف شوية لغويا مو صحيح. الجهاز الواكس باث القديم، مو الحديث، جهاز الواكس باث القديم متكون من حجرتين، حجرة بيها نخلي مي، والحجرة أصغر من الحجرة الأولانية، حجرة الماء، خلينا نسميها حجرة الماء أو حجرة الشمع. حجرة الماء تصير أكبر نمليها مي، حجرة الشمع تصير أصغر نحط بها شمع، والهيتر يسخن المي والمي يسخن الشمع، فإحنا كأنما مسوين حمام مائي للشمع. ليش دا نسوي هاي الفقرة؟ منو عنده فكرة ليش إحنا نسخن مي؟ سخن مي ايه حتى ما يوصل الشمع لدرجة الاحتراق. 1-3-1 ما سمعتك زين. حتى ما يوصل الشمع لدرجة الاحتراق. حتى ما يوصل الشمع لدرجة الاحتراق. 1-6-4. نعم دكتور، على مود الماي من يسخن بخار الماي يروح للحجرة الثانية وتتوزع الحرارة بشكل صحيح، بحيث ما من يموع الشمع يكون توزيع الحرارة بشكل كامل وماكو أي احتراق بأي زاوية من زوايا. صحيح. 1-3-5. دكتور، لأن إذا سخناه يعني على الحديدة قبل راح يصير اختلاف درجة الحرارة مال الشمع، نعم. بينما بالبخار راح تتوزع الحرارة كاملة. صحيح. ما راح يصير اختلاف عندي بالشمع بمكان ومكان يبقى. مريم مهند، بس اصبر لي. 1-3-5، شنو كان اسمك؟ محمد جاسم. اعطيني مهلة محمد جاسم. 1-3-5. محمد جاسم. واحد ثلاثة واحد، شنو اسمك؟ محمد باقر اياد حسن. محمد شنو؟ محمد باقر اياد حسن. محمد باقر اياد. 1-3-1 حطينا له بلس. 1-3-5. 1-3-5 قلت لي اسمك محمد شنو؟ محمد جاسم. محمد جاسم. هذا محمد جاسم، شكرا. مريم اعتقد ايضا رفعت يديها. نعم دكتور، هو مثل ما قالوا لانه الهيتر تتركز حرارته يعني منطقه معينه مريم تتوزع.
مجربة تسوين كيكة وتموعين شوكولات نستلة؟ لا والله اللي مو على البخار دكتور، بس هو صحيح يستخدم جهاز الشمع مو على البخار، نفس الفكرة. على البخار صحيح. الشوكولات النستلة بالبيت من نريد نذوبها، ما نذوبها بصورة مباشرة على النار، نذوبها في شيء يسموه حمام مائي. بنفس الفكرة، قوام الشمع تقريبا مشابه لقوام النستلة، النستلة كثافتها عالية، الشمع كثافته عالية. اللي يصير من نسلط حرارة احنا على، خلينا نقول هسه هاي اسفل الجدر والشمع هنا. الطبقة الملامسة حاليا هو صاير مكعب لان او حبيبات، الطبقة اللي ملامسة لأسفل الجدر راح تذوب لأنه وصلتها حرارة، راح تذوب، راح تبدي تحمى، راح تكون طبقة سائلة. اللي حيصير أنه الشمع راح يطفو فوق الطبقة السائلة، مثل ما يصير عندنا بالنستلة، النستلة تطفو فوق النستلة السائلة. الطبقة الملامسة جدا للحديد راح تحمى أكثر، راح تبدي تغلي، راح تبدي تحترق، بينما احنا عندنا المكعب 3/4 بعد ما ذايب. حمام الماء يوزع لنا أولا الحرارة بصورة متساوية على كل أنحاء الحجرة الشمع، وأيضا حرارته ما تصعد بسرعة عالية. احنا لنفرض سيتنا الحرارة على 53، الهيتر راح يحمي المي، المي لما توصل حرارته 54 يلا يعني يعطينا حرارة ال 54 للشمع. هاي الطريقة القديمة بالأجهزة الشمع. فإذا نجي نشوف هسه صور أجهزة الشمع الحديثة، واكس باث، أكو طالب أو طالبة قالوا تقريبا نفس الأجهزة اللي موجودة بالبيوت مال الشمع أو موجودة بالصالونات مال الحلاقة. حتى عند الشباب، من تروحون شباب عند صالون الحلاقة عنده جهاز شمع يستخدمه لإزالة شعر الوجه واللحية، نفس فكرة هذا الجهاز مال الشمع اللي دا نستخدمه باللحية وغيرها، نفسه اتطبق على الأجهزة الحديثة اللي هي للعلاج الطبيعي. حوض بلاستيكي، هيتر حرارة واطئة، الحوض البلاستيكي يتحمل حرارة عالية فيذوب لنا الشمع وتخلص المسألة. إذا نشوفكم هذا الواكس باث، هذا شكل الواكس باث القديم اللي عندنا احنا حتى بالمختبر مال الأجهزة الطبية. واضح عندكم؟ واضح دكتور واضح. هذا الواكس باث كان مصنوع على الحجرة الداخلية مالته من الستينلس ستيل، وبداخله اكو حجرة أصغر هي حجرة الشمع، هذا ينملي مي والحجرة الداخلية تنملي شمع وإلى آخره. الأجهزة الحديثة تقريبا هذا حجمها. طبعا هذا يغطس المنطقة المصابة اللي هي العكس، قدم، إلى آخره. بلاستيك، مصنوع من البلاستيك وينملي شمع وتدخل إيدك وانتهى الموضوع، لا مي ولا غيرها. ليش؟ دكتور ما يصير أكو بعض. ألمنيوم؟ نعم؟ ما يصير ألمنيوم يعني هذا الحوض؟ لا 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 لا، حتى مو ألمنيوم. هسه الحرارة مو عالية، الحرارة المطلوبة لإذابة الشمع، الشمع نقطة غليانة عالية 370 درجة، بس نقطة ذوبانة كلش قليلة 50 52، فهاي الحرارة العالية ما تأثر على الجهاز بصورة كبيرة. أكو من عندهن بلاستيكيات، أكو من عند هسه هذا، إذا تشوف هذا اللي دا يحط إيده، هذا على اليمين بالأسفل، هذا بلاستيكي، أيوة. حوض بلاستيكي. هذا اللي بالنص حوض ألمنيوم. يعني هو مو ما راح تفرق بيهن لأنه الحرارة ما صارت عالية. واضحة الفكرة؟ على هذا الشمع الحديث، الشمع الحديث يجي شبه سائل، مو مثل الشمع القديم يجي صلب ونحتاج حرارة وفترة أطول حتى نذوبه. الشمع الحديث إذا تشوفون هسه ذن الباكيتين الخضر اللي الماوس دا يأشر عليهن، واضحات؟ واضح دكتور. ذني مثل الجل، مثل يعني الشمع شبه سائل، مجرد انه تسخنه فما تحتاج لحراره عاليه.
بينما الشمع القديم إذا نشوفه، خلينا نشوف البارافين واكس، بارافين واكس يعني نفس الشغل دكتور، نفس الشغل نفس العمل، نفس مبدأ العمل، احنا بس مجرد شمع وحرارة ويطبق على الجسم. أوكي. إذا تشوفون هذا الشمع القديم البارافين واكس، قطع صلبة مكعبة أو مستطيلة الشكل، زين، أو حبيبات تحتاج حرارة عالية حتى نذوبها، زين. فبينما الحديث شبه سائل، شبه جيلاتيني، يذوب أسرع، عفوا هو ذايب، يحمى أسرع. هذا كان يحتاج يذوب، يلا يحمى، لكنه يحتاج حرارة عالية. الأجهزة الحديثة مثل ما شوفتكم إياها، الله، وينه؟ هذا، شكرا، هذا الجهاز القديم مصنوع من الستينلس ستيل داخليا. الأجهزة الحديثة أكو بيها مصنوعة من البلاستيك مثل هذا، وأكو بيها مصنوعة من الألمنيوم. ما عندنا أي مشكلة بهن. هذا مصنوع كله من البلاستيك، هذا أيضا مصنوع من البلاستيك. تشوفون هذا دا يعالج الرجل، شوف الرجل شلون صاير عليها طبقات من الشمع. هاي طبقات الشمع راح تاخذ حرارة لفترة أطول وتعالج لنا المنطقة المصابة. هذا دا يعالج العكس. هذا هنا أكفد فقرة يراد نشرح لكم عنها. هذا أعتقد أوضح شكله من البلاستيك، إنه هو داخليا بلاستيك وخارجيا بلاستيك. هذا أيضا داخليا بلاستيك وخارجيا بلاستيك إلى آخره. فالمحاضرة هاي بدها تشرح عن جهاز قديم موجود احنا عندنا بالمختبر. جهاز كان من حجرتين ونحتاج له مي ويحتاج له لغوة أكثر. لا، الأجهزة الحديثة مجرد الشمع نفسه نذوبه أسرع وانتهى الموضوع. يقول لك الجهاز يستخدم للعلاج الطبيعي physical therapy، يعالج لنا المناطق الإصابات بالمفاصل بالجسم عن طريق الحرارة الكامنة المخزونة بالشمع. الشمع من دي يذوب بحرارة كامنة، هاي الحرارة الكامنة، الطاقة الكامنة راح يطلقها على شكل حرارة لجسمك. نستخدم نوع محدد من الشمع اسمه البارافين. هذا نستخدمه لعدة أسباب: آمن للاستخدام، نقطة غليان عالية، نقطة ذوبان قليلة، يفقد الحرارة ببطء ويكتسبها ببطء، ويخلينا المنطقة المصابة دافئة لأطول فترة ممكنة. أجزاء هذا الواكس باث أجزاء ميكانيكية وأجزاء كهربائية. أجزاء كلش بسيطة: القشرة الخارجية، الفايبر جلاس اللي هو قلنا هاي تسمية خاطئة، اللي هو الصوف الزجاجي جلاس وول. الجلاس وول مو يتذكر شنو كان استخدامه؟ يحفظ الحرارة دكتور؟ يستخدم يحفظ كهرباء. الحرارة. خلينا نشوف غير طلاب نسألهم. بس عيد السؤال إذا سمحت. الجلاس وول أو الصوف الزجاجي شنو كانت وظيفته؟ خلينا نسأل طلاب. ياسمين ستار، ياسمين ستار، ياسمين، بالمحاضرات السابقة شرحنا عن وظيفة الصوف الزجاجي الجلاس وول، شنو وظيفته هنا عندنا بالجهاز الواكس باث؟ يبعث حرارة، نعم، يبعث حرارة، يبعث حرارة. شكرا ياسمين. عفوا دكتور. ياسمين، ياسمين، هاي أول محاضرة إليك. لا دكتور. الرابعة يعني. أي ياسمين، رجاء ركزي بالمحاضرات، واهم شيء انه تركزين اثناء الشرح، لانه المحاضره بالبي دي اف باللغه الانجليزيه، واعتقد شويه صعب عليكم انه
تقروها وتحفظوها، فحاولوا تركزون على الشرح حتى تعرفون شنو وظائف ذن الأجهزة اللي دنس عليهن اللي دنذكرهن الآخرين. رقية أياد، طبعا اكو اكثر من طالب اشكرهم رافعين ايديهم، بس اكو كم طالب اكثر من مره يشاركون. خلينا ناخذ غير طلاب ما مشاركين. اعتقد 007. نعم استاذ. اي شنو وظيفه الجلاس وول بالاجهزه اللي هو يستخدم كعازل؟ وطريقه عمل العازل ماله هي الألياف الجوية الصوفية الموجودة في المادة نفسها تحفظ على الهواء، لأن الهواء يعتبر أفضل أنواع العوازل الموجودة. شنو اسمك؟ أحمد محمد. أحمد محمد، سجلتك أحمد. أحمد محمد، صفر صفر سبعة. أحمد محمد. أحمد محمد شنو؟ عبد العظيم. أحمد محمد عبد العظيم. أجروب بي تو. شكرا أحمد. أحمد بلس وان، شرحك لطيف وحكايتك كانت صحيحة أحمد. شكرا لكم طلاب اللي رافعين ايديكم. احمد جاوبنا جواب صحيح انه الجلاس وول الصوف الزجاجي هو عازل حراري. وظيفته عازل حراري، يعمل بمبدا كان انه يحفظ جيوب من الهواء بداخل الالياف الزجاجيه. هاي الجيوب الهوائيه تعمل عازل بسبب فرق الكثافه ما بين الجلاس وول وما بين الجيب الهوائي، صار انه بطء بانتقال الحراره عدا انه الهواء نفسه عازل حراري ممتاز. هذا الفايبر جلاس اللي هي قلنا كلمه خاطئه، هو اسمه جلاس وول. اكسترنال فورم اللي واكس كونتينر، يعني القشره الخارجيه، القشره الداخليه، الحجره، الرفوف او الرف، الميش شيلدز، والدرين. الدرين سابقا كان بالاجهزه القديمه نحتاج درين مثل البور صغير نفتحه حتى نصفي المي اللي احنا حاطينه، ما نشيل الجهاز والمي ونقلبه، لا بور صغير يفرغ لنا المي. بالاجهزه الحديثه ما موجود هالشيء هذا. القشره الخارجيه كاتبين مصنوعه من الومنيوم او ستانلس ستيل، لان هي شنو كانت مميزات الستانلس ستيل فدائما نستخدمها. دكتور قليل التأكسد. صحيح قليل التأكسد. بعد ما يتأثر بالحرارة. دكتور موصل حراري جيد. موصل حراري جيد، شكرا. تحمل درجة حرارة، ملاحظات جدا مهمة. طلاب ضغط وضغط الستانلس ستيل موصل حراري جيد، يتحمل ضربات، يتحمل ضغط، قليل التأكسد، متوفر ايضا، رخيص وبشكل اكبر متوفر، فله عده مميزات. لهذا نستخدمه باغلب الاجهزه اللي تتعامل ويا الحراره. يقول لك مصنوع من الستانلس ستيل لنفس الاسباب المذكوره سابقا، متكون من عده طبقات من ضمنها الطبقه العازله اللي هي تمنع لنا الحراره انه تطلع الى الخارج. فايبر جلاس او الجلاس وول مذكور هنا انه هو بالبراون واليلو. من يذكر الملاحظة اللي قلناها على براون واليلو؟ 186 أعتقد أول مرة ترفع إيدك، خلي نسمع جوابك. دكتور البراون يصير سبب التهاب الصدر، صار نعم. أكثر صحيح. خطورة. صحيح، شكرا. بينما اليلو صار أقل خطورة. شكرا. لا أكو ملاحظة أنا ذكرتها بالمحاضرات السابقة عن البراون واليلو، من يتذكرها؟ 132 طيب اكو احد يتذكر الملاحظه اللي ذكرناها عن البراون واليلو؟
إذا ما واحد ثلاثة اثنين أنت رافع إيدك بس ما أعرف مدى تجاوب. واحد ثمانية ستة محمد غانم يوسف. دكتور يكون أرخص أرخص براون. صحيح أرخص اللي يلا يكون أغلى فيه. صحيح بس لكم لاحظة ذكرت لكم إياها إنه هو مو اسمه براون فايبر جلاس أو هالشي، اسمه صوف صخري، مو صوف بني، لا اسمه صوف صخري، والأصفر اسمه صوف زجاجي. الصوف الصخري قلنا يطلع من صخور بالجبال، الصوف الزجاجي ينصنع من زجاج، ألياف زجاجية دقيقة، ونخليها فينا نخليهن بطراد مركزي ونسويهن مثل شعر البنات ونلفهن ونسوي من عندهن لفات مال صوف صخري وصوف زجاجي. فهنا أنا همينة بنفس الحكي الكلاوات، إنه هو بني أرخص، أوكي هو أرخص أكثر خطورة، زجاجي أيضا يسبب خطورة، ثيانة لازم نتعامل وياهن بحذر. الواكس كونتينر، حاوية الشمع، هي الحاوية اللي راح نحط بها البارافين، أيضا ذاكرين إنه هي مصنوعة من الستينلس ستيل، محمولة حتى نقدر نشيلها نخلي. أعتقد أكو هنا صورة واضحة للحاويات القديمة، الواكس باثات القديمة، كونتينرات هذه. خلينا نشوفكم هاي الصورة. طلاب هاي الصورة واضحة؟ واضح دكتور هاي واضح. صورة مال الواكس كونتينر قديمة، تنشال من مكانها يجيبوها لحد يم المريض يحط رجله بيها وانتهى الموضوع. يعني هي كانت بضمن. نعم موظف هاي دكتور؟ مو شرط، مو حاليا موظف؟ الجهاز رخيص ومتوفر الى درجه انه ده يجي بالبيوت، سابقا كان بس بالمستشفيات، حاليا بالبيوت الواحد يقدر يستخدمه. وثانيا حجمه حاليا يعني مفيد للتنقل، حجمه مناسب، تقدر تستعمله لكل الاطراف المصابه، ايد عكس قدم الى اخره. يعني ما اشوف انه اكو فرق بين انه نشيل الكونتينر القديمة او نجيب الجهاز نفسه. نرجع على دكتور محاضرتنا. إذا صار عندي ظرف لازم أغادر إذا ما صار زحمة. اسمك شنو؟ مجتبى أيوب، رقم 125. مجتبى أيوب، هاي ماخذين الحضور مالتك. نعم دكتور، مشكور. أنا وسهلا. 058 يقول شنو فائدتها؟ لا تقصد الكونتينر انه تنشال وتنحط؟ اذا ممكن تجاوبنا صوت يعني افضل من ما نقعد نتناقش بالشات، شو رايك؟ ايه بلي للمريض، يعني هي ماكو فائدة للمريض، هي بس مجرد انه الاجهزة القديمة كان حجمها كبير، و يعني هذا كان حجمها كلش كبير لانه هي بيها حوض مي وحوض واكس، فكانوا يعني بدل ما تشيل تودي المي والواكس تاخذ بس الكونتينر مال الواكس توديها للمريض، لا اكثر ولا اقل. اذا ده تقصد هذا السؤال، اذا ده تقصد غير بدي دكتور. لا لا هذا كان قصدي. اوكي واضحه، بدي دكتور. نرجع، هذا الواكس كونتينر، الشامبر اللي هي الحجره اللي ذكرناها انه مصنوعه من الالمنيوم والستانلس ستيل والى اخره، نحط بيها مي مقطر لان تدرون على مود الاملاح، لا بالحراره واملاح يخلي لنا الماده الزنجر، طبعا لازم ننظف المي كل فتره. الرف او الميش او الميش جماعتنا يسموه، الميش كاتبين هنا، انا خلينا نقرا لكم التعريف وبعدين نقول لكم وين الخطأ. ميش، the mesh is made of aluminium or steel. It contains group of holes to increase thermal conductivity. كاتبين هنا أن الميش مصنوعة من ألمنيوم أو ستينلس ستيل وبها ثقوب متعددة وتساعدنا على إيصال الحرارة أو زيادة التوصيل الحراري. خلي نجي نشرح شنو الخطأ هنا. الحكاية هذا أو التعريف هذا نص صحيح، ما ينطبق على الواكس باث، ينطبق على أجهزة الأوتوكليف القديمة، وينطبق على حتى جدر الضغط القديم. الفكرة وين؟ قلنا إحنا شنو أفضل موصل للحرارة؟ ستانلس ستيل دكتور.
أو المعدن، يعني المعادن بصورة عامة اللي هي موصلة كهرباء موصلة حرارة، يعني المعادن هي أفضل موصل للحرارة وخاصة الصلبة. يجي بعدها السوائل، تجي بعدها الغازات، الغازات موصل سيء للحرارة. فمن عندنا حاوية، خلينا نقول جدر، هسا نحكي عن جدر. من عندنا جدر بأربع جدران أو جدر، يعني جدار دائري سيركل أو وقاعدة، من نحط بيه مي، الجدر موصل للحرارة سريع أفضل من المي، رح يسخن الجدر كله، رح يبدي يحمينا المناطق الملامسة فقط لحافة الجدر أو المناطق الملامسة لحائط الجدر. إذا نريد نسرع من عملية تسخين المي، سابقا بالأجهزة الضغط القديمة أو عفوا جدر الضغط القديم، كانت تجي الصينية ميش صغيرة مثقبة بيها أرجل، أربع أرجل، الأربع أرجل تقعد بالقاع والصينية شوية عالية. فائدة هاي الصينية شنو؟ إنه الأرجل مالتها حتوصل حرارة أسرع من المي، لأنه معدن، معدن على معدن توصل حرارة أسرع. الحرارة راح تصعد بالأرجل، راح تحمى الصينية، الصينية حتكون بنص مستوى المي، راح تبدي تحميلنا، راح يصير مناطق تلامس أكثر، راح يحمي المي بشكل أسرع. يعني إحنا زيدنا المساحة السطحية لتلامس الحرارة. وصلت هاي الفكرة؟ اللي ما وصلت رجاء خليك اللي عليها. ممكن إعادة دكتور؟ ممكن إعادة. اسمك شنو؟ مهند حيدر دكتور. مهند. مهند، قلنا إحنا ثونا المعدن أفضل موصل للحرارة. نعم جيد. لو عندنا جدر ده نحمي بيه مي، خلينا نقول الجدر مكعب، انسى الجدر الدائري، جدر مكعب ده نحمي بيه مي. الجدر المكعب بأربع أركان، أربع حياطين، ومن الأسفل صارن خمسة. وياي؟ تمام. حمينا الجدر، حطينا نار جوا، اللي يصير انه الجدر نفسه يحمى اسرع من المي، لانه هو حديد او معدن يوصل حرارة اسرع. من راح يحمى الجدر بشكل اسرع والمي بداخله، المي راح يبقى بعده بارد، نقاط التلامس الوحيدة ويا المي هي الخمس حياطين الملاصقة للماء. هاي الحياطين الخمسة او الاطراف الخمسة او الاجزاء الخمسة من الجدر، هاي الاطراف هي اللي راح تلامس طبقة مي، تحمي هاي طبقة المي، تبتعد طبقة المي، تجي منطقة ثانية نحميها. الصينية الميش اللي دا نحكي عليها حاليا هي صينية ستيل معدنية مثقبة بيها أرجل، تقعد هاي الأرجل بالقع، يعني بقعر الجدر. اللي حيصير انه الأرجل راح تحمي أسرع من المي، تصعد الحرارة لحد الصينية نفسها، الصينية صايرة بنص الجدر، فاللي راح يصير ضفنا حائط سادس يوزع لنا حرارة، ازدادت المساحة السطحية الملامسة للحرارة. يمكن لو عندنا صورة أفضل. أكو ولد رفع إيده. والله دكتور صورة ده. أكو طالب رفع إيده. محمد. دكتور يعني ما أكو قاعد بغليان الماي وزيد البخار على مدموع الشمع أسرع. بس هاي وظيفة غير؟ هي يعني دا زيد مساحة السطحية للملامسة للحرارة، فرح تحمينا بشكل أسرع. بس هذا احنا دا نحكي على وظيفتها السابقة، حاليا لها غير وظيفة. فإذا تنتظرني محمد أقدر أشرح لك الوظيفة الجديدة. أوكي دكتور. ترى بلاش ما هاي صينية يعني هم ماش معدنية؟ إيه معدنية. إيه هو يعني ليش تخلي صينية على مود يحمل ماي فوقها؟ هو هي قبل يعني خليه يحمل شو اسمه؟ إيه
اي دكتور يحمل القدر بعدين يحمل ماي قبل، ليش يحمل القدر هنو بعدين عود يحمل رجلين يلا يحمل ماي؟ لا هي الصينية تنحط بنص الجدر مو برا الجدر. اي بنصها بس يعني هم يكون تحمل صينية يلا يحمل ماي. مو المعدن يحمل اسرع من الماي. المعدن زين، هو القدر مو معدن؟ الجدر معدن بس مو هو ملامس للمي، احنا نريد نحمل مي. من يحمل قدره يحمل مي، يعني اذا حمل قدره يتحمل بس صينيه يلا يحمل المي. المي ما يحمى بنفس السرعه، المي ما يحمى كله، المي تحمى فقط الطبقه الملامسه. احنا قلنا السوائل موصل اسوأ للحراره، يعني توصل حراره بشكل اقل من المعدن. فالمي فقط الطبقه الملامسه للحائط او للجدار مال الجدر هي اللي راح تحمي. يعني بالنص ما يحمي بس الاطراف؟ هاي ايش وقت يحمي؟ بعد فتره من تحمي هاي الطبقه الملامسه، انت تضرب المي بالحراره يبتعد، تجي طاقه يتحرك للاعلى. زين؟ فاكو طبقه ملامسه حاليا للجدر راح تحمي راح توخر، راح تجي طبقه بارده راح تحمي راح توخر، راح تجي طبقه ثالثه بارده وهكذا الى ان يعني تقريبا مثل الغلايه ما شاي مو دكتور؟ نعم مثل الغلايه تقريبا، مثل الغلايه مثل الغلايه. فايش دي يصير عندنا؟ ده ننتظر احنا طبقه عن طبقه تلامس الحائط تحمى وتصعد. ايش سوينا بدل ما احنا عندنا خمس جدران فقط حاميه اللي هي اربع جدران والطبقه السفلى، ضفنا طبقه سادسه. ضفنا طبقة سادسة تسخن لنا المي، يعني صارت عندنا ست جدران تحمي بيها مي، يعني عفوا تسخن ويصعد المي وترد تسخن ست جدران ويرد يصعد المي والى اخره. يعني على مود السرعة مال طبعا على مود السرعة. بس على مود السرعة تسرع لنا هاي هيئة المش. خلينا نشوفكم هاي الصورة. تقريبا هذا شكلها، أرجل وصينية، أرجل وصينية. بالأوتوكليفات القديمة يستخدموها يحطون فوقها المواد اللي يريدون يعقموها حتى البخار يفوت من خلال. جدر الضغط القديم مال البيوت لا يستخدموها تزيد حرارة الماء. بالملزمة هسه هنا اللي ذاكرين هاي الوظيفة القديمة. الوظيفة الحديثة للمش تختلف تماماً عن هذا الشيء. الوظيفة الحديثة للمش خلينا نشوفكم إياها. هذه الصورة. الصورة شوية واضحة هي صغيرة بس أتمنى تكون واضحة. واضحة الصورة طلاب؟ واضحة واضحة دكتور. دكتور يعني سألنا من الصورة بين تخلي الشمع يطفو فوق الماء. هنا ماكو مي بعد. احنا قلنا الأجهزة الحديثة ما تستعمل مي. الأجهزة الحديثة مثل أجهزة الشمع اللي بالبيوت وبالصالونات بعد ماكو مي. تمام دكتور. تمام. هذه الصورة إذا تشوفوها، أولا الجهاز بلاستيكي داخل وخارج، ماكو بعد هاي مال ألمنيوم وستيل وإلى آخره. زين. ثانيا إذا تشوفون الميش اللي هي هاي الصينية، شنو شكلها مبين؟ ستيل لو شنو؟ اعتقد بلاستيك؟ بلاستيك 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 بلاستيك. الفكرة من عندها انه تمنع ايدك تلامس المنطقة الحارة من الجهاز حماية. شلون هسه هاي الصورة من دخل ايده بنص الشمع من حمته، يعني بروتكشن انه ايدك ما تلامس المنطقه السفليه من الجهاز اللي هي جواها هيتر. هسه احنا عندنا جوا اكو هيتر. زين. ف طبقه يعني صينيه بلاستيكيه
البلاستيك موصل سيء للحراره ما راح تحمى هوايه، من تدخل ايدك ايدك راح تلامس البلاستيك، ايدك ما راح تنشوي. البلاستيك ما يذوب بهاي الحراره البسيطه. دكتور يعني وحوض الكبرى اللي يخلينا من يهدر. هي يعني مو انت بالسوائل العمق ما تقدر تميزه، تعرف الانكسار البصري وهالملاعب خداع البصر، ما تقدر تميز ايدك وين رايحه وين واصله. فاحنا نحمي اليوزر من ثانيا اللي يريد يدخل قدمه، القدم انت ما تقدر تسيطر عليها مثل ما تسيطر على ايدك، فانت قدمك ممكن تنزل الثقل هتلامس المنطقه الحاره من الجهاز. اذا نجي هنا اكو طالب سال يعني البلاستيك ما راح يذوب، اذا تجي على هاي النقطه تكتب بلاستيك ميلتينج بوينت بالجوجل حق جوجل يقول لك الميلت تمبرتشر من 210 الى 270. احنا الحراره اللي دا نستعملها بالواكس باث تقريبا 54 درجه، فالبلاستيك مستحيل يموع بهاي الدرجه. الشمس مرات يموع. نعم بالشمس مرات يموع البلاستيك، مو هذا حسب البلاستيك طبعا، يعني طبعا حسب البلاستيك. اكو طالب رفع ايده. اي دكتور زين، اذا نريد نسوي مشروع مثلا على هذا الجهاز نستخدم أي. الطريقه القديمه والطريقه الجديده؟ لا جديده افضل، يعني بدون حمام. والافضل يعني انك تشتري جهاز شمع مال الصالون وتشتري بارافين واكس وانتهى الموضوع. يعني اجيبه جاهز. لا لانه الاجهزه الحديثه هي بلاستيكيه وما اعتقد اكو احد عنده القدره انه يصنع يعني مولد للبلاستيك يسوي قالب للبلاستيك والى اخره. اذا تصنع انت بنفسك عاجبك تصنع، لا راح تعتمد على الطريقه القديمه اللي هي حوض ستينلس ستيل وبعدين يصير حوض مائي وحوض ستينلس ستيل ثاني يصير حوض للواكس. فاذا انت عاجبك تصنع يعني. هو عود على اساس بالمحاضره السابقه مع الدكتور عصام طلب من عندنا مشاريع، ف راح نتقسم جروبات وكل جروب يصنع هذا الجهاز. يعني شوفوا شنو الاسهل لكم، اعتقد الاسهل هي الطريقه القديمه، الطريقه الحديثه تحتاج غير شغلات، تحتاج يعني ولو زحمه. اي اكو غلايات تجيب بلاستيك، غلايات مال ماي حار بلاستيك تتحمل درجه غليان، يعني مو درجه صحيح غليان. صحيح مهند شكرا. اللي سألوا على البلاستيك صحيح، انتم شلون ناسين الغلايات البلاستيك اللي تتحمل درجة الغليان مو نصف الغليان، نصف الغليان حرارة عادية. فنرجع لملزمتنا الميش. هسه هنا هاي الميش اذا تشوفون انا حتى بالمحاضرة السابقة حاط لهم عليها اكس لانه وظيفتها هي مو هاي الوظيفة اللي مذكورة بالملزمة، وظيفتها حاليا الحماية فقط. الدرين اللي هو قلنا البوري اللي نفتحه حتى نفرغ المي ونغسله ونعقمه إلى آخره. الأجزاء الكهربائية مثل أي جهاز يحتاج، مثل أي جهاز يعتمد على الحرارة، راح نحتاج هيتر، نحتاج ثرموستات، ثرموميتر، فيوز، أون أوف سويتش، تايمر، باور سبلاي إذا كانت عندنا شاشة. بس خلينا نسأل نشوف منو اللي مركز وما مركز. الثرموستات شنو كانت وظيفته؟ تقسيم الحرارة، حساس الحرارة، تحكم بحرارة الهيتر، توزيع الحرارة. دكتور توزيع حرارة على كافة الحرارة. شكرا. بعد دكتور عبارة عن حساس متكفل مباشر. والله بس دقيقة واحد واحد لأن الصوت شوية دي يصير باختلاف يمي ما أقدر أفهم الجواب. أكو كم طالب جدد رفعوا إيديهم، خلينا نشوف. واحد 9-3 يتحكم بدرجة الحرارة، يتحكم بدرجة الحرارة.
شكرا. ياسمين، ياسمين ستار. ايه استاذ انت يتحكم بدرجة ياسمين الحرارة. انت الجلاس وول قلتي لنا عليه غير شكل، هذا الثرموستات شنو؟ يتحكم بدرجة الحرارة. يتحكم بدرجة الحرارة 135. 135. اي رافع ايدك يعني ما اعرف، اعتقد ما لي يسمعني. نعم دكتور سمعك، سمعك واضح. 105 دكتور متحكم بتوزيع درجة الحرارة ودكتور حرارة السوائل يعني. شكرا لك. اسمك شنو؟ محمد علي عبد السادة. محمد علي عبد السادة. نعم. 058. دكتور عفوا صح صادر مو لك منظم درجة الحرارة. بس دقيقة، 1 3 5 اعطينا مجال ثواني. 058 ايش تقولين؟ منظم درجة الحرارة. منظم درجة الحرارة. أحد يتذكر الشرح اللي شرحته وذكرته عن الجهاز، عن الثرموستات؟ أعطيتكم دكتور أعتقد يفصل الدائرة ويفتحها. أنتوا أغلبكم تذكرون الجواب صحيح، بس الجواب يعني نص الجواب، البعض يذكر النص الاولاني والبعض يذكر النص الثاني. دكتور يعني هو حساس خاص بدرجه الحراره، من يوصل الجهاز الى درجه حراره معينه راح يفصل. صحيح. هنا 1 3 5 قال لنا الجواب كامل. هو استاذ ينظم درجه حراره عاليه يعني تلقائي بالاعتبار. نعم ينظم درجه الحراره، بس هو كثرموستات جهاز يتحسس الحرارة لأن هو ثيرمو، ويقوم بأداء وظيفة معينة حسب درجة الحرارة. فمثلا عندنا بالأجهزة الأوفن هو يتحسس الحرارة ويطفي الهيتر من توصل حرارة معينة، ويتحسسها مرة لخ ويشغل الهيتر من توصل حرارة معينة. بالتبريد لا، يتحسس البرودة هي نفس الحرارة بس بالأير كونديشن يعني الموجود بالأير كونديشن. بس السبالت الجديدة اللي هي الانفيرتر هو يتحسس الحرارة بس ما يوقف الكومبريسر، ما يسوي اون اوف، ما راح يشتغل كسويتش، لا يقلل اداء الكومبريسر الى درجة معينة ويصعد اداء الكومبريسر الى درجة معينة، فهو ده يتحكم. فهو تعريفه العام هو جهاز يتحسس الحرارة ويقوم باداء وظيفة معينة مبرمج من اجلها او مصمم من اجلها. وضحت؟ التعريف بالهندسة كلش تفرق، لأن إذا قلنا الثرموستات يتحسس الحرارة ويطفي ويشغل بالأجهزة معناتها اللي بالإنفيرترات مو ثرموستات. فالهندسة شوية تعتمد كلش على التعريف، لأنه بدون تعريف الأجهزة راح تتداخل عملها بيناتهم. فنرجع الباور سبلاي اللي هو قلنا انه اي جهاز بالكترونيات بشاشه، اذا شفتوا الاجهزه الحديثه بها شاشه، يعني خلينا نجي على هذا الجهاز، هذا الجهاز بشاشه، فهاي الشاشه تحتاج فولتيه دي سي، هاي الفولتيه ناخذها من باور سبلاي اون اوف سويتش بلس ماينس زيد تنقص بالحراره، هاي كلها تحتاج مايكرو كنترولر أو فد يعني دائرة أنالوج بسيطة، هاي الدائرة تحتاج power supply. هذا power supply يحول لنا من AC إلى DC وإلى آخره. هيتر بالتأكيد اللي هو راح يقوم بعملية التسخين، ذكرنا الهيتر، ذكرنا شلون يشتغل بالمحاضرات السابقة. ثرموستات اللي هسه شرحنا عنه هو حساس يتحسس الحرارة ويقوم بأداء وظيفة معينة. هنا بالواكس باث هو يتحسس الحرارة ويطفي ويشغل بالهيتر. الثرموميتر هو حساس حرارة يعرض لنا الحرارة، حساس حرارة حتى نعرف ايش قد وصلت الحرارة، هاي بس يتحسس حرارة. ثيرمو حرارة، ميتر مقياس، مقياس حرارة. تايمر مؤقت، مو كل الأجهزة بها مؤقت، يعني إذا نشوف هذا الجهاز، هذا الجهاز ما بمؤقت بس بعض الأجهزة بها مؤقت.
توقت لنا ايش قد الجهاز هذا يشتغل والفتره ايش قد. اذا نشوفكم شلون ينخلع الشمع من الايد. ماكو عندنا هنا صوره لشلون يشلعون الشمع من الايد. شلعته سهله تقريبا شلون الماسك اللي ينحط بالوجه وغيرها، مو مثل الشمع اللي يستخدمون الحلاقين، لانه شمع الحلاقين يلتصق، هذا لا ما يلتصق، هذا بس مجرد هذا يعني يطلع قالب دكتور؟ يعني مو يطلع قالب، يطلع مثل الشيف. اي مثل الشيف. اكو بي يطلع مثل الشيف، واكو بي اذا نشوف هسه هذه، هاي طريقه من طرق طبعا انه تحط الواكس على ايدك. ماكو صوره حرامات، بالمحاضره السابقه طلعت لنا صوره واضحه وحلوه شلون يشيلون الشمع. مدى لقي. المهم نرجع على محاضرتنا. تايمر، توقيت، فيوز حتى يحمينا من التيار العالي، كنترول بانل اللي هي لوحة التحكم زائد ناقص اطفاء اشغال، هاي شفناها. هسه هنا الاسباب اللي نستخدم البارافين واكس من اجلها. البارافين يتبخر بدرجة حرارة عالية، درجة غليان البارافين اتذكر 270 درجة، فهو يعني ما راح يتبخر مثل المي بالمية، لا هو يحتاج حرارة كلش عالية الله يتبخر، فراح يبقى عندنا لأطول فترة ممكنة. الواكس موصل سيء للحرارة، هاي نقطة، عفوا للكهرباء، هاي نقطة مهمة، انه هو حتى بالحاوية الستيل اللي كان نستعملها هو الستيل موصل للكهرباء، احنا الشمع هو عازل للكهرباء ما يوصل لنا كهرباء. الواكس يحمى ببطء ويفقد حرارته ببطء، فتقريبا يفقد حرارته من 20 الى 30 دقيقة. ميثود اوف تريتمنت، طرق العلاج. اول نقطة، ريموف واتش رينجز ان ذا تريتمنت اريا. ليش نشيل الحلقة والساعة المعدنية وأي شيء معدني ثاني من المنطقة المصابة؟ أي رفعت إيدك منه؟ مريم دكتور. أو 183 دكتور، حتى ما يصير عازل بين يعني المادة والمنطقة. أوكي مريم، 183 راح يرفع درجة حرارة المعدن، ما راح يسبب يرفع درجة حرارة المعدن. اي دكتور، بس دكتور يسبب اذى، اذى للمنطقة يسبب اذى، صحيح. بعد شلون ده يسبب هذا الاذى؟ من خلال هو يشتغل بالحرارة دكتور، فمن نخلي هو بشكل حار يعني حرارة عالية ونخلي مثل منطقة اليد والهاي تنتقل الحرارة دكتور وسبب أذى. أوكي شكرا، خلنا نسأل محمد علي عبد الشهيد شاكر. محمد، محمد علي، محمد علي، محمد علي فاتن حيدر ليف ذا ميتينج. شكرا فاتن. محمد علي، رقية عياد، جواد أحمد، آيات طارق، دكتور بس إذا تسمح يعني محمد علي عبد عبد الشهيد أكوك وعبد السادة يعني. لا عبد الشهيد. إيه. نعم دكتور، محمد علي عبد الشهيد. محمد علي عبد الشهيد، كنا بدنا نسأل سؤال، ليش نشيل الحلقة والساعة من المنطقة اللي نريد نعالجها؟ بس عيد السؤال دكتور. دقيقة طلاب، بالعلاج بالواكس باث، العلاج بالواكس لازم قبل أن نعالج المنطقة نشيل أي جزء، رينج، حلقة، ساعة إلى آخره، نشيلها من المنطقة المصابة قبل أن نعالج. ليش؟
لأنه دكتور هم تعتبر أنه الحديد موصل للحرارة عالية، يعني إذا هاي هم يعني يعرض الإيد لل محمد أنت حاضر المحاضرات السابقة؟ لا دكتور ما حاضر. عاشت لك محمد جواب صحيح. ويدك. محمد قال فتشكل الصحيح انه المعدن موصل جيد للحرارة، مثل ما قلنا قبل شوية انه بالصينية اللي نحطها بنص الجدر وراح تحمي وراح تحمينا، نفس الفكرة اذا عندنا معدن هنا هذا المعدن راح يحمي اسرع من ايدي، راح يكتسب حرارة اسرع، راح يحرق المنطقة الملامسة وبعدها ايدي ما حامية، يعني بعدها ايدي توها بدأت تحمي، عرفتوا؟ المعادن توصل حرارة أسرع فتحرق المنطقة المصابة. فيقول لك يعني ريموف ووتش رينج إلى آخره. إذا ما قدر يعني بتصل حرارة؟ طبعًا. طبعًا هو موصل جيد للحرارة، فالحرارة راح توصل له، راح يكتسب حرارة بشكل أسرع، راح يحمى بشكل أسرع، راح يحرق المنطقة. وبما أنه هو مركز، يعني هسه مثلًا إذا هاي الحلقة مركزة، يعني الحرارة راح تكون بيها مركزة بمنطقة واحدة، مو مثل باقي الشمع اللي هو حرارته متوازنة على كل إيدك، لا الحرارة راح تتركز بمنطقة واحدة وهاي المنطقة راح تنصمد. عفوا دكتور، بس أنا المحاضرة السابقة ما حضرت، المحاضرات الأولانية حاضرها بس ذي كم مرة صار عندي ظرف وما حضرت. محمد ماكو مشكلة محمد، ممنون دكتور. إذا ما قدرت تخلع الحلقة لفها بشاش، الشاش راح يمنع وصول الشمع لها ويمنع وصول الحرارة. احمي هدوم المريض، protect the patient clothing from the paraffin because it causes skin scrub sensitivity إلى آخره. احمي هدوم المريض، لو مثلا احنا نريد نعالج هاي الإيد لازم نوخر الهدوم حتى لا يصير عليها الشمع، ليش؟ لأن إحنا بالحالة الطبيعية فترة العلاج من 20 إلى 30 دقيقة ونشيل الشمع وينتهي الموضوع، بس لو صار الشمع على الهدوم، الهدوم راح تظل ويا الإنسان 8 ساعات 7 ساعات لحد ما يروح يبدلها، وراح تظل الواكس ملامس لبشرة الإنسان، فهذا يسبب لنا حكة وحساسية. اشرح للمريض أنه البارافين حار بس ما يحرق، نفس فكرة الشمع مال الحلاقين، حار بس ما يحرق. افحص المنطقة اللي تريد inspect the part to be treated، افحص المنطقة قبل تعالجها، لازم تكون نظيفة حتى لا تلوث الشمع، لازم المريض يروح يغسل ايده بالماء والصابون. الصراحة هي مو بس حتى لا تلوث الشمع، حتى الوسخ ليس طبقة عازلة، لو فرضنا إيده مدهنة للبيشنت حتى الدهن ليس طبقة عازلة ويمنع الحرارة أنه توصل بشكل كافي للإيد المريض، وأيضا حتى لا توسخ لنا الشمع مرة ثانية. الجلد لازم يكون جاف وخالي من أي شيء، لأنه الماء أيضا راح يوصل لنا حرارة بشكل أسرع وراح يحرقنا. الجلد لازم يكون خالي من الجروح والحروق والحكة والأكزيما وإلى آخره. أي جرح أي مشكلة أي خدش لازم يتغطى بجوز يعني شاش. تشيك السكن سنسيشن، حساسية الجلد، حساسية الجلد يشيكوها أنه يحطون طبقة بسيطة من الشمع على فد منطقة غير ظاهرة مثلا هنا، وورا نص ساعة يشوفون خوما تحسس الجلد، إذا ما تحسس يكملون العلاج، بس هاي عندنا ما يسووه، يجيب خلي إيدك وأطلع قبل، أتأكد أن الحرارة ما تزداد عن 54 درجة حتى لا تحرك. هسه الأدفانتجز مال الواكس باث، فوائد الواكس باث، فاست أكتينج درج فري هيت ثيرابي، يعالج بسرعة بدون دواء، علاج بالحرارة، علاج بالحرارة بدون دواء، درج فري هيت ثيرابي. احنا ما نعطي للبيشنت دواء حتى يخفف الالم او يعالج نفسه، احنا ما نحقنا بأبرة، لا احنا بس مجرد فتشي خارجي دواء، يعني طريقة علاج خارجية تخلينا الجسم يعالج نفسه، مو الواكس دي يعالجنا، لا الجسم دي يعالج نفسه. سريع طبعا جدا، يعني بعد جلسة واحدة ممكن المريض يحس بفرق الالم
وبفرق التقلص او التصلب اللي صاير عنده. Proven effective to smooth pain and stiffness. فعاليته مثبتة بتقليل الألم والتصلبات. فعال على المفاصل والأربطة وتقلص العضلات وإلى آخره. آمن وسهل الاستخدام. هاي فوائده. الديسادفانتج مات يا صراحة مو ديسادفانتج. يقول إنه sedimentation occurs at the bottom of the bath. إنه تصير لنا ترسبات أسفل الحوض وهذا الحوض لازم ننظفه مرتين بس. أنا الصراحة هي مو ديسادفانتج بس الكاتب ده يريد يحط لنا في شيء يعني شنو ترسبات تصير. بالتأكيد تصير ترسبات. Contamination of the wax by atmospheric dust. يتلوث بالهواء الجوي ولازم نغطيه. إذا تشوف إذا تذكرون أو تشوفون هنا أغلب الأجهزة بها غطاء حتى تمنع أي وسخ يفوت للشمع ويلوثه. نرجع للملزمة. الأعطال والصيانة. احنا قلنا هندسيا الجهاز كل ما يزداد تعقيده شو يصير به؟ تزداد عطلاته. بما ان جهاز الواكس باث هو جهاز بسيط مو معقد ما بي شغلات غير بس هيتر ثرموستات ثرموميتر وون اوف الى اخره فاعطاله بسيطه واعطاله هي غالبا هن ذن الاجزاء اللي ذكرناها. اما الهيتر راح يعطل في يوم من الايام ثرموستات راح يتوقف ثرموميتر ما راح يقيس الحراره عدل اون اوف سويتش تخرب الفيوز يحترق الوايرات اللي يم الهيتر تتيبس وتنقطع إلى آخره من هاي الأعطال البسيطة. يعني يقول إنه أعطال قليلة لأنه ما بي أجزاء هواية كهربائية ما بي أجزاء إلكترونية هواي أجزاء هي بس هيتر ثرموستات إلى آخره. تصليحها هي بتبديلها غالبا التصليح والتبديل أو تصليح مؤقت ربطة شطل وانهي الموضوع. About wax bath. عن الwax bath. The principle of operation. مبدأ العمل هو يسخن مي حتى يذوبنا الwax حتى نستخدمه إلى آخره. إحنا قلنا مبدأ العمل مالته هو تسخين المنطقة المصابة يزيد جريان الدم بها. جريان الدم ينقل لنا غذاء ويسحب لنا الفضلات. نغطس الجزء المصاب اللي نريد نعالجه أو نستعمل فرشة للمناطق اللي ما نقدر نوصل لها. هسه هاي الصورة هذه هي هاي مثلا الإيد هو يقدر يغطسها وينهي الموضوع بس أنا أو مثلا رايد بس هذا الأصبع أو رايد هاي الذراع. هاي الذراع ما تقدر تغطسها داخل هذا الجهاز. فرشة ويصوب على المنطقة المصابة يصوب واكس أو خشبة السباتشولا خشبة شلون الخشبة اللي يستخدموها الحلاقين يخلي الواكس على المنطقة المصابة. زين دكتور بس سؤال. اي هو ماكو مشكلة اذا غطينا الجزء الما مصاب يعني؟ نعم ماكو مشكلة اذا غطينا الجزء الما مصاب؟ ماكو اي مشكلة بس ليش نتعرض الحرارة؟ يعني لو فرضا عندك الايد وانت راح تغطي هاي المنطقة كلها بالحرارة ليش دا اعرض هاي المنطقة الحرارة ما محتاجتها؟ احنا نحتاج الحراره بس هنا. ثانيا توزيع الدم راح يصير على كل الاذراع بينما احنا رايدين الدم يتركز هنا حتى يعالجنا بشكل اسرع. بس هاي الفكره. الى اخره وصلنا انه نستخدم الفرشات حتى نوصل للاماكن اللي ما نقدر نغطسها. الواكس راح ياخذ حراره ببطء ويفقدها ببطء لهذا هو يقدر يعني جود تريتمنت لهذا ويعتبر علاج جيد للمفاصل ويبقيها دافيه لاطول فتره ممكنه بحراره 54 درجه. راح تشوفون ان شاء الله بالاجهزه الجايه انه اكو طرق افضل من هالشيء هذا. اذا نقدر نفكر بمساوئ هذا الجهاز حقيقه هسه انتم الديس ادفانتج او المساوئ اللي قريتوها ترى مو صحيحة.
الديس ادفانتج الحقيقية اللي موجودة، أحد يقدر يفكر لنا بيها؟ شنو مساوئ هذا الجهاز على جسم الإنسان؟ احكوا أي شيء ببالكم، لأنه يعني ما أعتقد محمد دكتور غانم. حرق المكان يعني حرق يؤدي إلى دكتور يعني حرق حرق المكان حرق المكان الإيد أو محمد غانم ده يحكي له منو؟ محمد علي عبد السادة دكتور. محمد علي إيه كده تقول حرق المكان؟ إيه. ما شكرا محمد علي. محمد غانم رفعت إيدك دكتور. دكتور يعني إذا المنطقة هي صحيح صاير بيها فد التواء أو شيء وكان ويا الالتواء جرح، فما نقدر نغطيها بالشمع. صحيح. مضرة. صحيح محمد. 007 دكتور ممكن تسبب حساسية. 135 ممكن تسبب حساسية صحيح. 007 دكتور حجاه. ها حجاه. هسه انتوا اغلبكم قلتوا المساوئ الديس ادفانتج او المساوئ الحقيقية انه 100 رقم 100 اي تسبب خدوش عجلت. شنو يسوي خدوش؟ عجلت. ليش؟ الطبقة حرارة ما يتحمل الجلد. يعني بس اللي جلده رقيق بعض الحالات المرضية اللي ما يتحمل هيك حرارة، الصراحة هي حرارة عادية. شلون حرارة الصيف يعني انت تطلع ترى الحرارة 50 تقريبا نفس حرارة الواكس. بس ذكرته مساوئ حقيقية انه هو ممكن يسبب حساسية ما نقدر نستعمله على الأماكن اللي مجروحة. واكو فد يعني ديس ادفانتج كلش مهمة ان شاء الله راح نذكرها بالأجهزة الجاية. ديس ادفانتج لهاي الطريقة يعني لو ردنا نسألكم بلكي أحد بيكم يقدر يعرفها، بلكي أحد بيكم يقدر يخمنها لأنه ما أعتقد يقدر يعرفها بسهولة. هندسيا إحنا المنطقة المصابة وين صايرة بالضبط؟ جسم الإنسان ثلاثي الأبعاد. أي المفاصل. مفاصل. وهي وين صايرة المفاصل؟ يعني وسط الإيد. صعبة أغطها بالجهاز وسط الإيد. زين لو فرضنا هسه إحنا دا نحكي على هذا، إحنا غطسناها بالجهاز وهاي الملت شمع، بس المفصل نفسه إيش قد توصل حرارة؟ طول أقل من الحرارة توصل للجلد دكتور يعني. عاشتيدك أنت منو؟ محمد غانم. محمد غانم جواب كلش صحيح. الديسادفانتج الحقيقي بالواكس باث إنه الحرارة اللي عجلت أكثر من الحرارة اللي جت وصلنا للجزء المصاب. الحرارة اللي دا تصير على الجلد والجلد مالتنا دا ينصمط يعني بالحرارة ودا ننزعج زين، بس بنفس الوقت احنا ما موصلين حرارة حقيقية للمنطقة المصابة. فراح تشوفون بالأجهزة الجديدة إن شاء الله راح شلون نوصل الحرارة للمناطق الداخلية بدون التأثير على الجلد. قلت لي اسمك محمد شنو؟ جابد؟ محمد غانم دكتور. محمد غانم يوسف. اصبر لي محمد خلي اشوف مسجل اسمك لو رقمك. محمد وغانم يوسف. طلاب خلي ناخذ ايضا اسماءكم الباقين اللي ما سجلنا الاسماء. بس نعم اكو طالب سأل. احكي مصطفى. احكي احكي لا تتعازمون منو اللي اول واحد حكي. هذا انا قلت لك يعني كمل اسمه ممنوع الوير حطه هنا يعني قطعة ممنوع الوير لو شنو. اي شد تقول كمل يقدر يطلع يعني عادي. اعطيني مجال اكو طالب ثاني سأل سؤال اعتقد على المادة. نعم دكتوراني. اي دكتور يعني هذا الجهاز ما يعتبر علاجي مو؟ لا هو علاجي، احنا ده نستخدم علاجي مثل ما ده نستخدم كيس الماء الحار، بس فعاليته اقل بمساوئ بمحاسن
فعاليته أقل من الأجهزة الثانية اللي راح نذكرها إن شاء الله بالمحاضرات الجاية. إذا أكو أحد عنده سؤال بخصوص المحاضرة حتى أنهي التسجيل قبل لا أنهي التسجيل، وبعدها نأخذ الحضور للطلاب اللي ما سجلنا اسمهم. دكتور انت مو قلت الجسم هو يعالج نفسه، احنا بس قاعد يعني قاعد نساعده على مود يعالج نفسه. صح. شلون هو جاز علاج العاد؟ مهند احنا دا نساعده، احنا دا نطيح حراره اعلى من الحراره العاديه اللي هي 37 لجسم الانسان، بس اكو عندنا طبقات حتى نوصل للمفصل نفسه، عندنا اكو طبقات يعني اكثر من من الجلد، الدهون، اللحم، إلى آخره. إحنا نريد نوصل للمفصل نفسه، نريد نوصل لحرارة. إحنا بينما الحرارة تضيع بالجلد، تضيع بطبقة الدهن، تضيع إلى آخره. هو علاجي مو علاجي، هو أفضل من اللاشيء. يعني علاجي يعتبر؟ أكيد لا، هو جهاز علاجي، إحنا ندرسك جهاز علاجي. بس في مساوئ، كل جهاز له مساوئ ومحاسن. بس في مساوئ، كل جهاز إلى مساوئ، كل جهاز إلى مساوئ، مو علاجي مباشر. إيه مساعد، هو علاج طبيعي يسموه، علاج طبيعي، فيزيكال ثيرابي، علاج طبيعي. طبيعي، علاج طبيعي. ده يصير إيكو بالموضوع. جهاز من أجهزة العلاج الطبيعي ذكرناها بأول المحاضرة. أكو أحد بعد عنده سؤال قبل أن ننهي التسجيل؟ جيد، خلينا ننهي التسجيل.